دلوقتي تعالوا نقابل مازن أرمانزي، هو سوري الجنسية وهو المسؤول عن قسم إنتاج ماكينات فريزة السي إن سي الخاصة بتركيبات الأسنان. مازن أرمانزي، أنت الخبير اللي مستوردينه من بره بيقولوا كده عشان يشتغل معانا في ماكينات الأسنان. صحيح، دي ماكينات مهمتها أنها تصنع تركيبات الأسنان. صحيح، اللي بتتباع بألفات النهاردة، التركيبة مش الماكينة. بالظبط. اشرح لنا بقى دي بتشتغل ازاي، والفرق بينها وبين المكنه المستورد، وازاي نجحنا نعملها. احكي لنا بخبرتك. زمان كنا بنعمل التركيبات نفسها بطريقه يدويه، كنا بناخد المقاس من الدكتور اللي بياخده الطريقه التقليديه اللي هي بماده المقاسات، وبعد كده نشتغل على الموديلات الجبسيه الناتجه من المقاسات دي، ونبدا نعمل حاجه اسمها واكس، ونبدا نعمل كاستنج وفورجينج، وكله شغل يدوي وبالايد. طبعا مع التكنولوجيا والتقدم والكلام ده، الحاجات دي بقت تتعمل خلاص على ماكينات بتفرز التركيبات نفسها من مختلف الخامات، من اول التيتانيوم والكروم كوبالت والجلاس سيراميكس اللي هي بنعمل منها الهوليوود سمايلز والابتسامات الهوليوودية والكلام ده. يعني كل ده بتعمله المكنة دي؟ طبعا طبعا. وتحافظ على اللون وتخلي اللون شكله طبيعي. طبعا طبعا. والتركيبات الزيركونيا اللي هي اكثر صحية من تركيبات المعدن. النهاردة الدكتور بقى عنده مكنة زي دي، واقف عمال يخطط عليها ويرسم السنة أكيد. وشكل البق، صح كده؟ اكيد. وهو اللي بيتحدد على جهاز كمبيوتر برسمها، وبعدين ادي باركود للمكنه دي فهي تقوم مطبقه. بالظبط، احنا بندي المكنه جي كود ناتج عن الرسمه اللي رسمها الدكتور. الدكتور بيرسم الرسمه اللي هي شكل السنه عن طريق برامج مخصصه لرسم الاسنان، بيدخل الكود ده للمكنه، والمكنه بتعمل التركيبه من الخامه اللي هو بيختارها.